أهلا بكم في المناظرة اليومية. أعربت موسكو عن قلقها من تهديدات الولايات المتحدة باستخدام أساليب القوة ضد الحكومة السورية، وأشارت إلى أن هذه التهديدات تتناقض مع القرار الأممي حول الهدنة في سوريا. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إلى أن واشنطن تبحث عن حجة لاستخدام القوة في سوريا من جديد. هذا ودعت روسيا الولايات المتحدة إلى عدم اللعب بالنار في سوريا وأن تقيس خطواتها انطلاقا من مصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة ككل بمن فيهم الأكراد. وأوضح وزير الخارجية سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة جرت إلى مسارها الهادف لتقويض وحدة الأراضي السورية. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد رافع أبو طريف خبير الشؤون العسكرية، والدكتور حسن مرهش خبير في الشأن الروسي. نتحدث عن عودة الولايات المتحدة إلى الميدان السوري، ماذا ما يقوله لافروف بشكل واضح؟ كيف ترى في البداية نوايا الولايات المتحدة، وهل هي بالفعل تعود إلى الميدان السوري بطرق التفافية أو غير التفافية؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم تترك الأراضي السورية أو القضية السورية ولو لثانية واحدة منذ دخولها العراق ومنذ ما يعني المؤامرة التي حاكتها حول سوريا وتفتيت سوريا، طبعا بدعم ومن الدول العربية أو دول الخليجية تحديدا وعلى رأسهم السعودية. ويعني هناك أوراق كانت تستخدمها، وعندما تحرق ورقة نرى الورقة التي تأتي بعدها. والولايات المتحدة الأمريكية هي طالما يعني حرقت أغلب أوراقهم وبات يعني الوضع أنهم خسروا القضية السورية، وسوريا يعني خرجت من هذا المأزق قوية أكثر ما كانوا متوقعين أو ما كانوا متخيلين أو ما كانوا مخططين لهذا البلد أن يكون. لكن الولايات المتحدة تستطيع خلط الأوراق في الميدان السوري؟ هي لا تستطيع. ويعني محاولات على مدار 7 سنوات فشلت في أن تحقق ولو هدف واحد منهم. الحديث عن إدارة ترامب الآن، إدارة أوباما تركت سوريا. لا خلاف، يعني من يجلس على الكرسي لا معنى له، هناك من يدير ومن يخطط ونفس الأهداف. يعني كان ترامب ولا أوباما هو نفس الهدف الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هؤلاء الأمريكان من عاشوا على دم الهنود الحمر فهم متعطشين للدم على طول. نحن نرى ما يفعلون في أفغانستان، رأينا ما فعلوا في العراق، رأينا ما يفعلوا في ليبيا. يعني هذه الدولة تعيش على امتصاص الدماء العربية وعلى المدار وتخدم مصالحها. هذا الشعب يعتاش من الدم العربي، يمص الدم العربي ويعيش على الدم العربي. والولايات المتحدة الأمريكية ليس بجديد، ولكن هل هي بالتخطيط الأخير؟ أيضا هو فشل، وفشل في قرار الأمم المتحدة. هي أرادت في الغوطة أن تكون الخاسرة يعني الضائقة التي والخاسرة التي تؤثر من خلالها على العاصمة دمشق وتقصف العاصمة دمشق. هذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ودعمت. هي لا تستطيع، هي ربما تستطيع بس من ناحية إمداد الفترة الزمنية، ولكن إرهابها سوف يقتلون، ويأتي الدور أيضا إلى الأمريكي. نعم، هل توافق الرأي سيد رفع؟ يعني لا توافق مع دكتور حسن. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت كما تطرق وأن تجعل هناك مجزرة في سوريا، من يقوم في المجزرة؟ نحن نعرف من يقوم الآن بقصف الغوطة الشرقية ومن يقصف الغوطة ومن قام بقصف شعبي. كل هذه الفترات هي كانت النظام السوري وبمساعدة الروس منذ 2012. الأكثر من ذلك السخرية الكبيرة هناك، يعني حتى التواجد الأمريكي الآن مع النظرية الجديدة لتيرلسون وترامب هي تساعد أكثر بشار الأسد. يعني لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية صحيح تريد أن تسقط هذا النظام، كانت تذهب وتضرب النظام في المراكز المهمة جدا وتقوي المعارضة في المناكب المهمة، وليس في الحدود الشمالية والحدود الشرقية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ببعض القوات، ولكن هي متكلة أكثر على القوات في الأرض، هي قوات ثانية وليس قوات أمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول هي لا تسعى لهذا الشيء، هي لا تسعى لتدمير الأسد، هي تسعى نحو 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 تفكير دولي لحل أزمة في الطرق الدبلوماسية، وهذا ما يتكلمون عنه. ممكن الآن الوتيرة ارتفعت،
الآن الوتيرة ارتفعت في حد ذاته، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هناك نظام، هناك كونغرس أمريكي. يعني هل يا ترى النظام الأمريكي يسمح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يرجع ما كان في 2003؟ أنا لا أظن ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لن تدخل بعتاد عسكري أكثر مما متواجد الآن. هي صحيح تريد أن تؤثر سياسيا دبلوماسيا على روسيا وعلى القوات المتواجدة على الأرض عن طريق إن كان هناك حلول سياسية وتقوية أنظمة صغيرة مثل الأنظمة التي تتواجد الآن إن كان هناك الأكراد. والأكثر من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تلعب وتقوي النفوذ مع الحلفاء المتواجدين معها، على سبيل المثال على تركيا، لأن هي تعلم أن تركيا هي دولة ذات سيادة ولها حدود ولها حقها الشرعي في الحفاظ على حدودها من ناحية رؤية استراتيجية أمنية. ولكن كما تطرق الولايات المتحدة الأمريكية تقوم وتقصد من يقتل شعبه الآن ومن يقوم في الغوطة ويدمر ودمر كل هذه 6 سنوات هو النظام السوري. للأسف الشديد النظام السوري الآن متواجد وراء غطاء الذي يسعى سياسيا أو عسكريا من وراء روسيا التي تدعمه دعما كاملا، لأن روسيا عندها خبرة في الإجرام إن كان في أوكرانيا وإن كان كل كانت ما كان في السابق مع روسيا. هي دولة ذات نظام شرس، نظام مدمر الذي يدمر، دمر ما دمر في الشيشان ودمر في أوكرانيا والآن يدمر في الشرق الأوسط، ولكن تحت ذريعة المساعدة بشار الأسد. هذه هي اللي هي معادلة. يعني الغريب بهذه العقول النيرة التي تفكر في هذا وتشرعن وتعطي حقوق لهذا العثماني الدكتاتوري في تركيا الذي ارتكب مجازر في حق الأرمن وفي حق العلويين وفي حق كل الأقليات في 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 عصور العثمانيين، ويشرعن للأمريكي الذي قتل أكثر من 2 مليون عراقي من 2003 لغاية اليوم. 3 مليون سوري قتلوا في سوريا على يد عراقي قتلهم على أراضي عراقية وليس على أراضي أمريكية، ولكن وأرسل في الإرهابيين إلى داخل الأراضي السورية ليقتلون السوريين وينحرون في السوريين، وليس له الحق أن يدافع على أرضه. أنتم تريدون هذه الدولة وهذا الجيش أن لا يدافع على أرضه. من يتواجد الشيشاني، من يتواجد على أراضي السورية؟ 20,000 أجنبي متواجد في الغوطة الشرقية، 20,000 إيراني. لو فيكم ضمير إنساني أنتم حتى تفكيركم تشرع للأمريكي. بارح بس ارتكب مجزرة بدير الزور، بس امبارح أكثر من 25 شهيد أمريكي اللي أنتم شايفين حالكم فيه. هذا الأكبر بس الدماء، هذا هو اللي أنتم شايفينه. ولكن المشكلة تبعكم أنتم فقدتوا الضمير الإنساني، وما تروه هو بس الرأس الأمريكي الشيطان الأكبر ويرتكب المجازر وهو هذا في اليمن السعودي يرتكب يوميا مجازر وأنتم صامتون، لا ضميركم لا يتحرك. الفلسطيني يقتل ضميركم لا يتحرك، العراقي يقتل ضميركم لا يتحرك، وعندما يقتل إرهابي طلب شياطينكم، ولكن أنتم وأمريكا وشياطينهم سوف تدفنون في أرض سوريا. لحظة، بالنسبة أعود بكم مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وروسيا، وبالنسبة لخلط الأوراق، من يعرف سيرجي لافروف يعرف بأن هناك أمر يقلق روسيا في كل تصريح لسيرجي لافروف، وكل يوم يوجد تصريح لسيرجي لافروف. الجملة الأخيرة هي عن الولايات المتحدة: نحن قلقون من التحركات الأمريكية الغير مفهومة حتى بالنسبة لروسيا. نذكر القصف على القوات الروسية التي قتل أكثر من 200، روسيا تعترف ب5 لكن الإعلام الروسي يعترف بأكثر من 200 قتيل روسي ليس قتيل سوري. قضية قصف الدبابة وقضية خطة باء الأمريكية، دعنا نقول حتى أحد الخبراء المقربين قبل قليل من النظام السوري قال خطة باء موجودة على الأرض الأمريكية: الشمال السوري لتركيا، الجنوب السوري لإسرائيل والأردن ومناطق أخرى. هناك دور أمريكي واضح، يعني خلط الأوراق، وأنت قلت ذلك، خلط الأوراق في الغوطة الشرقية لم تكن بخلطه السعودية أو قطر. من خلط الأوراق في الغوطة الشرقية هي الولايات المتحدة، ومن خلط الأوراق في عفرين ومنبج والباب هي الولايات المتحدة، ومن خلط الأوراق في دير الزور والرقة هي الولايات المتحدة. من خلط الأوراق
في الغوطة الشرقية تحديدا هو الدور الماكر التي لعبته مصر في رعاية السعودية والأمريكي. وهذه المنطقة كان فيها قبل 6 شهور خفض تصعيد في منطقة الغوطة ومصر أخذت على عاتقها حل هناك المشكلة. لماذا روسيا لا توافق على وقف إطلاق النار؟ لماذا روسيا الآن تعترض سرجي لافروف على إطلاق النار؟ لماذا؟ هي تريد أن تدمر الغوطة. خوفا من الأمريكي هنا ولا قلق. هناك رسائل هو يوجهها لأنه هاي تتبعها بالآخر ضربات قاضية على الأمريكي والأمريكي يعرف ذلك جيدا. وهذا إحنا لا نريد أن نعترف بمن يزرع الخير، دائما نركض وراء الشياطين وهذا ما يحصل. دعني تحدثت قبل، ليس هناك أجمل من الحقيقة. تحدثت قبل قليل عن قضية الوحش التركي ودخل الأراضي السورية. دمشق لم تقم بأي شيء ولا موسكو، حتى الأكراد يقولون بأن دمشق وموسكو تواطأت مع أردوغان بين عفرين وإدلب. دعنا نقول الحقيقة، لماذا لم تتصدى القوات السورية من اليوم الأول للقوات التركية إذا أرادت حماية الأراضي السورية والدفاع عن وحدة الأراضي السورية؟ لو دخلت سوريا في مواجهة عسكرية مع تركيا في منطقة عفرين لكانت اليوم دمشق تسبح في الدماء من الغوطة الشرقية، وهذا ما كان يخططون. ولم يعني للحظة الأمريكي ومن يسانده لم يفكر بذلك. نحن نشغلهم في منطقة ونقصف في منطقة ثانية. هم لم يتحركوا من فراغ. وأيضا في جنوب السوري لم يتحركوا من فراغ. يعني أيضا هناك يتحركوا من فراغ. يعني هناك كان إشغال هذه القوات. لماذا النمر قوات النمر أتت إلى الغوطة؟ لماذا؟ قتل النجل النمر. هناك أنباء عن مقتل نجل النمر. مش نجل النمر. هناك كان شبل من إشباله. شبل النمر. شبل النمر. شبل النمر. لم ينسحب. لا ينسحب. الغوطة الغوطة اليوم محاصرة كلها مثل ما كانت. من أين نحاصر؟ الغوطة محاصرة من كل جانب. الجيش العربي السوري. أي عربي سوري؟ من جيش العربي السوري. في فرس غاد. وفي حزب الله. حتى في عربي غاد. حتى العربي غاد. ونعم 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 الشعب الذي يدافع عن أراضي وشرعية الدولة. أهلا وسهلا بالإيراني. أهلا وسهلا كل من يدافع عن الشرعية السورية. ولكن من لا يدافع عن الشرعية السورية الله يأخذه. ليس هناك شرعية سورية. ليس هناك شرعية للنظام. هناك شرعية. لا بس شرعية. هناك شرعية لدولة اسمها إيران الذي. هناك شرعية سيادة إلى سوريا. احتلت سوريا بزعيمها رئيس البشار الأسد. شئت أو ما بي. سوريا وجيشها هم موجودين على الأراضي وحلفائه. أنت لا تستطيع أن تشرع أو لا تشرع. بشار رئيس الجمهورية العربية السورية. شئت أو أبيت. شئت أو أبيت. فلا تشرع ولا تشرع من تشرع ولا تشرع كيف تريد. تفضل لك. ولا يوجد لك حق أن تشرع حتى. جوابك هذا أنت لا تستطيع أن تشرع. أنت تهرب من الحقيقة. سأعطيك رد. لا تستطيع. لا تعطي مجال للإنسان يتكلم. لا تستطيع مواجهة الحقيقة. هذا مشكلة. مشكلتك لا تستطيع. أعطيني مجال أجاوبك. لا تستطيع. إيراني وما إيراني هذا. هو ما حدا أكلكم غير الإيراني. وما حدا مرعبكم غير حزب الله. وما حدا منامكم غير بشار الأسد. الدكتور سيعطيك الحقيقة وسترد على ذلك. أي حقيقة تفعل لها حقائق عملوا حياة واحدة. للأسف الشديد الآن أزمة سورية أزمة مشبكة، لأن هناك شعب يموت، وهذا الشعب الذي يموت في سوريا الآن نتيجة سياسة وإرهاب دولة. إرهاب الدولة هو اللا المشرع عن تحت سيادة الدولة. لن يتآمر حدا يا عمي ولا حدا. ولا حدا تآمر على سوريا. ولا حدا إرهاب لسوريا. وما أرسلت الأسلحة لسوريا. صعب عليكم تعترفوا بالحقيقة. بعتوا ضمائركم إلى السعودية وبعين السعودية. هاي مشكلتكم. تفضل. المشكلة كما تطرق هناك. المشكلة فيكم مش بين سوريا. لحظة دكتور حسن تفضل. يعني حاطط له بطارية درس. لحظة سيدنا تفضل. الحقيقة هي أن هناك هذا الشعب يعيش أزمة إرهاب دولة. هذا إرهاب الدولة. الممول من الأثنى عشرية في إيران. الأثنى عشرية الذين دخلوا ويريدون أن يحتلوا سوريا ويحتلوا العراق
ويمركز ويمركز في كل مناطق في مناطق استراتيجية لكي يشرع إنه الاستراتيجية العسكرية مثل الثورة الإيرانية. هذا هو المنظوم، هذا هو التفكير، هذا هو التفكير الذي تفكر فيه إيران وكل من يسعى وراء إيران. وسوريا هي أداة، سوريا هي أداة للأسف الشديد. الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكونغرس الأمريكي حتى الآن لم يوافق على تدخل أمريكي مباشر. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لا تتدخل، على العكس أنا أقول لك وليس تطبيق لكلامه، الولايات المتحدة الأمريكية بسياستها القديمة وسياستها الجديدة هي للأسف الشديد تقوي نظام الأسد أكثر ما أنها تضعفه. لماذا؟ ليس لأنها تؤمن أن هذا النظام هو النظام الحل الصحيح، هي تريد أن تصل إلى مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية هي في 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 مفهوم سياسي، في مشروع سياسي، وليس في تدمير. والنظام السوري وروسيا الآن متخوفين لأن هناك يقصفون شعب في الغوطة ويموت هناك ناس، ولاجل هذا الشيء هم ليس عندهم القدرة أن يقفوا أمام شرعية الدول ويقولوا أن نحن أصلا في دول فيها شرعية. الشعب السوري مش هالو تفتت السوريين مش الاثنى عشر، هؤلاء السعوديين تبعونك وقطر تبعك وامريكا تبعك وبريطانيا وفرنسا وكل الدول اتأملت على سوريا. زيد الصين، الصين مع سوريا. الصين ما توثق، الصين ما توثق على الصين، ما توثق على ايران. ما توثق، انتوا بعاد كثير عن الحقيقه، انت تبتعد بعاد كثير انتوا عن الحقيقه. دعني اذهب بكم من سفاحين بهذه البلد وعليكم تركها، وإن لم تتركوها راضيين سوف تتركوها غصبا عن أنفسكم. نعم، بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة اتخذت سياسة منذ السابق بأنها لا تتدخل بشكل مباشر بدول أخرى بعد تجربة العراق وأفغانستان وأمور أخرى. هي بتخاف زباني، دولة زباني هاي. هلأ انفجار واحد بدار الزور يصير بالمعسكرات تبعته، وشوف شو بصير فيهم. شوف شو بتقول واحد سيناد ماذا الولايات المتحدة قصفت قوة مؤلفة من مؤتمرين مقاتل تابع لروسيا تبعوا الإرهابيين. اعترفت روسيا بذلك، روسيا اعترفت بذلك، روسيا تعترف ومن مصلحة روسيا تعترف. إذا لا تتواجد مشان بعدين لما طاحت الضربة ما حد استرجع يفتح سمه. صحيح، إذا الولايات المتحدة في سياسات هون أنتم ما بعد لكن دكتور حسن أنت تعرف خلي يضرب كل إنسان بسيط يعرف أن الولايات المتحدة إذا رغبت بالتدخل المباشر في الولايات المتحدة، على سبيل المثال بوتين أعلن عن يوم الثلاثاء مهلة إنسانية، واليوم الاثنين لو أعلنت الولايات المتحدة بأن التدخل مباشر لن نصل إلى هدنة إنسانية في سوريا يوم الثلاثاء، لن يكون نظام سوري في سوريا. هذه الولايات تتحدث عن الولايات المتحدة، وذات الأمر عن روسيا إذا رغبت روسيا. هذا إثبات واحد، من يستطيع أن يعمل الهدنة هي فقط روسيا. صحيح. ليس الأمريكي الداعم إلى الإرهاب وليس السعودي الداعم للإرهاب. روسيا لا ترغب بهذه الهدنة الإنسانية. الإنسانية. بس هدنة إنسانية. يبعثوا له شوية أكل وانتهى الموضوع يعرفون وبعدين بيقتلون. هذا هو انتهى الموضوع. يعني ما بدأ هذيك الفلسفة كتير. أمريكا بعدها بس بذكرك بشغلة واحدة بس حادث واحد. المارينز ترك بيروت. بساعة ملهاش ساعة. بعد تفجير عماد مغني. لا. ب83 المارينز كان ببيروت فجروا له المقر تبعه لم وعدتهم ضلوا مروحين. عماد مغني قام بتفجير المقر. فجرها عماد مغني. هذا شفت انت شو صار فيهم. اسرائيل بال2006 ما صدقت على كيف تطلع وتسكر الابواب. ليه يا عمي؟ ما انتوا الجيش الذي لا يخر، وانت المارينز اللي شايف حالك فيه بتعلف فيهم طول النهار، كل واحد بتعمل اياه 200 كيلو. ليش؟ إذا أنت معتمد على الإرهابيين ترسل الإرهابيين. يعني أنت تقول في نهاية المطاف أنت تقول بأن الولايات المتحدة غير قادرة على خلط الأوراق. هي غير قادرة على خلط الأوراق، وهي فقط كان هي تزيد بعد سفك الدماء وقتل الإرهابيين هي بتعلفهم. هذا هو، هاي بتقدر على أمريكا. وغير هيك ما تستطيع تعمل أي شيء. ذكرت سيد أن العالم الآن يعيش أحادية القطب.
العالم يعود إلى ما كان في أحادية القطب والولايات المتحدة الأمريكية هي أحادية القطب. أحادية القطب أنت لو سمحت أحادية القطب بمفهومها بمفهوم الاستراتيجية العسكرية مفهوم الاستراتيجية العسكرية مفهوم الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الآن يتكلم عن مفهوم سياسي جديد مفهوم سياسي جديد لشؤون الشرق الأوسط. وإيرلسون تكلم الوزير الخارجية الأمريكي تكلم عن الخمس خمسة النقاط الأساسية الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إليها بمنظوم دولي وليس فقط بمنظوم أمريكي. وهذا ما هذا هو الفرق بين دولة التي تفكر في تفكير استراتيجي سياسي لحل أزمة والدولة ثانية أخرى التي هي تعيش وتكبر الأزمة أكثر وأكثر وتقتل شعبها يوما بعد يوم. هذا هو هذا هو الفرق بين التفكير. نحن نتكلم عن استراتيجية سياسية ذات خمسة نقاط أساسية. النقطة الأولى كانت هي دحر داعش ودحر داعش، والآن 98% من المناطق التي كان يكتسبها داعش هي ليست موجودة بها داعش. والنقطة الثانية هي استراتيجية سياسية لحل ما بعد الأسد. هناك مفهوم أيضا الأمريكان يفهمون هذا الشيء أن مجبرون أن يتعايشوا مع هذا السفاح الذي موجود حتى الفترة الانتقالية، وليس لأنه شيء ليس لأنه هو الشيء الجيد للسوري. ومن ناحية ثانية هذا رئيس الجمهورية العربية السورية، لن أسمح لك بالحديث سفاح يا عمي تتراجع بكلامك فشل السفاح. هذا رئيس الجمهورية العربية السورية فشل السفاح رئيس الجمهورية العربية السورية. من أنت السفاحين أنت قاتل القتلة ليس هو أنت من قتل القتلة هو ليس سفاح هو رئيس الجمهورية العربية السورية. لن أسمح لحد أن يتحدث بهذا تفكك. وهذا مفهوم أمريكي يفهمونه ويريدون هذا الحل. والشيء الأكثر هو الذهاب إلى المناطق الحساسة مثل المناطق الشمالية والشرقية. هناك مفهوم أمريكي لإخراج إيران من منطقة، لأن إيران إذا وجدت وظلت تتمركز أكثر وأكثر هذا شيء اللي هو خارج عن نطاق المفهوم الأمني الشرق أوسطي. الإيرانيين في آخر المطاف لم يكونوا في هذه المناطق. وهذا المفهوم الأمريكي الذي يتكلمون عنه يا عمي يعني دعنا المنطق نحكي يعني اليوم الشعب هؤلاء السفاحين والشيء المهم للكل الشيء المهم الخامس هو إرجاع النازحين إلى المناطق السورية. هذا المهم وهذا هو السياسة الأمريكية التي تريد أن تسعى إليه. وإن كان هذا الشيء بالتماشي مع مفهوم سياسي شرق أوسطي متوافقين عليه كل المتواجدين في الشرق الأوسط، إن كانت طبعًا سوريا طبعًا، إن كانت تركيا كان عربية السعودية وإن كانت أيضا إسرائيل لها الحق التي هي موجودة أيضا في الشرق الأوسط. ربما هذه المفهوم يا أخي هذه المفهوم ولا عندكم روح الإنسانية كمان وكل هدول الخمس شروط تبعتكم بالله وشربوا ميتهم. هذه اتفاقية دولية معلومة من المتحدة بالله وشربوا ميتهم. ربما قد تكون عودة الولايات المتحدة للميدان السوري ليس بسبب النظام السوري وتغيير بشار الأسد أو بسبب الطرف الروسي، ربما بسبب إيران. وحتى قيل بأن هناك تنسيق روسي أمريكي بهذا الصدد. يعني الولايات المتحدة قد تعود إلى الميدان السوري فقط بسبب إيران ليس فقط الخلاف سوري الإيراني. الخلاف الإيراني الروسي هو فقط في الإعلام، لا يوجد أي خلاف بين إيران وروسيا. وأي إذا نشر أي خلاف هو فرض فقط لأرضاء الأعداء أعداء سوريا. لكن حينما يقول بالسياسة نقول كثير على أرض الواقع التنسيق مستمر ما بين إيران وروسيا وبين الجيش العربي السوري وبين حزب الله أيضا. حينما يقول لك التنسيق مستمر من كل غدر أمريكي أو إسرائيلي أو أي أو تركي التنسيق لكن مستمر. لكن يقول لك بشكل واضح من سوف يبقى سوريا في نهاية المطاف هو روسيا وسوريا وليس أي طرف آخر. من يقرر من يبقى في سوريا هو فقط فلاديمير بوتين هو فقط
الرئيس السوري بشار الأسد والجيش العربي السوري ولا فلاديمير بوتين ولا حتى هذا ولا حتى أي قرار بيصير إذا لم توافق عليه سوريا لا يحصل. يعني حتى حتى فلاديمير بوتين كيف حتى فلاديمير بوتين رأينا عندما كان في مطار حميد من حارب يا فراس من حارب يا فراس من حارب على الوعي فرد شو وراء طبعا هو مع الجيش تبعه صحيح هو مع الجيش تبعه هذا مش عرض عسكري هذا مش عرض عسكري على رئيسين هذا خطاب بين زعيم للجيش تبعه هذا موضوع ثاني بروتوكول عسكري يسمى في نهاية النهار بروتوكول عسكري هذا موضوع ثاني ولكن بدنا نعلمه البروتوكولات يعني دائما بدنا نعلم بروتوكولات العسكريين استاذ فراس يعني تعبنا صارت بروتوكول عسكري تعبنا نعلم لكن في هذه ولكن من يحارب على الارض يا عمي من يحارب على الارض بيجي هو فقط الجيش العربي السوري وحلفاء ليس بيجوا لعند الرئيس السوري من غير ما يسالوه بيقولوا له تعال عندك جلسه يلا بهذه الحادثة هناك بروتوكول عسكري كان أحد يعني الضباط عليه التقاعد والرئيس بشار الأسد ما بيفهموش لهذا البروتوكول يعني مش دارسه ربما لما يمسكوه على يرجع ورا مش دارسه يعني وين كان نايم يا عمي ربما لا يعرف لا يا عمي شو ما بيفهم البروتوكول هو كان له خاطر يوقف قالوا له ارجع ورا أقل ما فيه ارجع ورا أقل ما فيه هو فاهم بس يعني شو لا في ناس لحد اليوم مش قادر تفهم في ناس لحد اليوم مش قادر تفهم سيد رافع بطريف خبير الشؤون العسكري شكرا جزيلا لك دكتور حسن مرهج خبير في الشأن الروسي السوري والروسي أيضا شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام المناظرة اليومية شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.